انت بتعصي مين؟ انت بتعصي اللي لما اراد انه يهلك النمرود اكبر طاغية على مر التاريخ، الراجل اللي حكم الارض كلها او معظمها، كوكب الارض كله كان تحت سلطته، لما ربنا اراد يهلكه اهلكه بذبابة. انت بتعصي مين؟ بتعصى اللي لما اراد انه يهلك قوم عاد اهلكهم بريح صرصار عاتية بشوية هوا. بتعصي اللي لما قارون تجبر في الارض خسف بيه وبداره الارض. بتعصي اللي اهلك فرعون، فرعون اللي كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري، انا مش شايف لكم رب غيري، مفيش حد هيتعبد هنا الا انا، ربنا اهلكه بشويه ميه. بتعصى اللي لما غضب على قوم لوط واراد انه يهلكهم بعت لهم سيدنا جبريل، عمل ايه فيهم سيدنا جبريل؟ بريشه من جناح، من 600 جناح، رفع قرى قوم لوط لحد ما الملائكه في السماء كانوا سامعين صوت نباح كلاب القرى وقلبهم. ربنا بيقول فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها، كل ده بريشه من جناح من 600 جناح. امال لو كان جناح كامل كان عمل فيهم ايه؟